السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أيمن شوقي من قناة طرق لفلكير، وإن شاء الله في الفيديو ده هعرفكم إزاي يكون عندك شريط فيديو قديم بيكون فيه ذكريات أو فيه حاجة أنت حاببها وعايز تنقلها على جهاز اللابتوب أو حتى جهاز الكمبيوتر اللي عندك. فأنا هعرفك إزاي تاخد نسخة من الشريط ده من الفيديو وتنقلها عندك على اللابتوب أو جهاز الكمبيوتر اللي عندك بكل سهولة. كل اللي عليك إنك هتشتري الجهاز ده ايزي كاب، فالجهاز ده ايزي كاب انا جايبه في حدود 75 جنيه، هتلاقيه بحد اقصى 100 جنيه. ده سعره، ده شكل الجهاز، هو ده واللي جوه ده، ده شكل الجهاز. فانا اعرفك ازاي هنستخدم الجهاز ده ونقدر ننقل اي شريط فيديو انت عايزه وتخليه عندك في جهاز الكمبيوتر او اللابتوب بكل سهولة. تابع معايا الخطوات. اول حاجة هنعملها اللي احنا هنطلع الجهاز من الكرتونة بتاعته، وهنلاقي في نص الورقة اللي هي دي هنلاقي في اسطوانة. الاسطوانة دي طبعا هنحطها عندي في اللابتوب، وهنحطها عندنا عشان في برنامج اللي احنا هنستخدمه بتاع القطعة دي اللي هي الايزي كاب، وهنركب الوصلة او التطويلة بتاعت اليو اس بي دي في الجهاز، في اللابتوب او جهاز الكمبيوتر عندك، وهنوصله عندنا بالقطعة دي. ايه كده نورت عندنا. نيجي دلوقتي للتوصيلات بتاعت الايزي كاب، هنوصل ايه الوصلات اوديو وفيديو. لو الفيديو عندك في قطعة اوديو وفيديو هنا، او لو القطعة دي عندك في الفيديو هتوصلها هنا. فانا عندي اوديو وفيديو، فهوصلها بالتلات وصلات دي بالاوديو وفيديو اللي طالع من الفيديو بتاعي. هنوصل كل لون باللون بتاعه، يعني الاصفر بالاصفر، والاحمر بالاحمر، والابيض بالابيض. كده احنا وصلنا الوصلات اوديو وفيديو اللي طالعه من الفيديو من ورا بقطعه الايزي كاب نفسها. كده احنا ظبطنا وصلاتنا وحطينا الاسطوانه تمام. ناقص اللي احنا نحط الشريط في الفيديو، نجهزه بس كوضع استعداد بتاع الذكريات بتاعنا. كده انا حطيت الشريط تمام على وضع الاستعداد ووضع التشغيل، بس انا مش هشغله دلوقتي، لازم اسطب البرنامج على اللابتوب بالاول. تعالوا نسطب البرنامج واوريكم ازاي بيتسطب عشان نقدر نشغل الفيديو وناخد منه نسخه خطوه بخطوه. كده تابع معايا. اول حاجه هنخش نعملها هو تسطيب البرنامج. هنا بيقول لي اختار لغه البرنامج، اخليها اول حاجه اللي هي انجليش. اضغط على نيكست، هضغط على نيكست، حدد اول اختيار، بعد كده هضغط على نيكست. هنا بيوريني المكان اللي هسطب فيه البرنامج، تقدر تدوس على تشينج وتقدر تغير المكان، فانا هخليها المكان الافتراضي للتسطيب وهضغط على نيكست. هضغط على نيكست تاني، انستول. هيبدا معايا سطب البرنامج اللي هيساعدني ان انا اخد نسخه من شريط الفيديو وانقلها عندي على اللابتوب او جهاز الكمبيوتر. هنستنى شويه لحد اما يتسطب، وبعد كده هوريكم ازاي نستخدم البرنامج. هضغط على فينيش. ده البرنامج اتسطب اللي هنا، هضغط عليه اشغله. كده البرنامج اشتغل. قبل ما احط شريط الفيديو في شويه اعدادات كده هنعملها. هضغط على اوبشن، هنا بيديني شويه اعدادات. اول حاجه الاي في 2 يو اس بي هو الوصله اللي انا مركبها، لو اتش بي ويب كام هنا بيديك اسم الكاميرا، لو في كاميرا في اللابتوب بتاعك او كاميرا خارجيه بيديك اسمها هنا. فاما الاي في 2 يو اس بي هي الجهاز الايزي كاب اللي انا حاطه. في الميكروفون طبعا هختار الصوت طبعا اللي هو الاي في 2 يو اس بي، مش هختار اي حاجه تانية لان اي حاجه تانية ممكن يكون تبع الويندوز. فهضغط هنا، هنا تختار الصيغه، بيديك هنا كذا صيغه، فانا اختار الدبليو ام في.
وبيديك هنا نوع الفيديو، فنختار NTFS. وبعد كده بيديني هنا مكان التسجيل بتاع الفيديو او المكان اللي انا سجل بالفيديو. فانا عملت فولدر سميته تسجيل شريط وحددته من هنا، تقدر تغير مكانه زي ما انت عايز في المكان اللي انت عايز. فضغط على اوكي. هنا بيقدر يعمل فصل بعد كل 4 جيجا انت سجلتها. تقدر تختار انا عايز فصل بعد 640 ميجا بايت او 700 او المساحة اللي انت عايزها، فانا هخليها 4. مستحسن انك تخليها 4. فهضغط على اوكي. هضغط على ريكورد. قبل ما اضغط على ريكورد المفروض ان انا اشغل الفيديو. كده اصلا انا مشغل الفيديو، كده الفيديو شغال وبيسجل. فانا هضغط على ستوب. كده سجل معايا الفيديو. هوقف الفيديو من عندي، هوقف شريط الفيديو من الفيديو عندي. هتلاحظ ان المقطع اتسجل عنده اهو. تيجي نشغله اهو، المقطع اتسجل اهو وبجودة كويسة جدا. تمام. تقدر انت بقى تسجل اي مقطع انت عايزه. تقدر تختار لو حددتها الدي في دي وما اشتغلش معاك، ممكن يحصل معاك مشكلة وما اشتغلش معاك لو اخترت دي في دي. فافضل انك تختارها دبليو ام في لو ما اشتغلش معاك، وهيسجل لك الفيديو بصورة انقى. وتختار الجزء اللي فوق ده مش اللي تحت لو جات لك الاختيار. والكنترول تقدر تخليها الديفولت وتضغط على اوكي. فكل حاجة هتتظبط معاك بالخطوات اللي انا عملتها لك دي، وانك تعمل ضبط للبرنامج وتلقائي بيتسجل في المكان اللي انت حددته. انت لو حابب تجرب اي حاجة تاني تقدر تجربها براحتك جدا. هنا الايديت لو حابب تعدل في الفيديو. فده لو انا عندي برنامج مونتاج مثلا، تقدر تعمل الكلام ده افضل ببرامج المونتاج. هنا تقدر تعمل حرق على اسطوانة عندك. لو انت حاطط اسطوانة تقدر تعمل حرق الفيديو ده على الاسطوانة اللي انت حاططها بكل سهولة. ولو حاططها على، لو حاطط فلاشة تقدر تاخد الفيديو من هنا، تقدر تاخدها على فلاش عندك على طول بكل سهولة. ده شرح البرنامج بكل بساطة، تقدر تستخدمه بكل سهولة. فأتمنى أكون طبعا قدرت أفيدكم في الفيديو ده، وتقدروا ترجعوا ذكرياتكم القديمة من خلال الشرح اللي أنا عملته ده. تقدر ترجع أي شيء فيديو بكل سهولة وتوفر فلوس كتير جدا وتوفر وقت. تقدر ترجع شرايط الفيديو القديمة إذا كان ذكرياتك، عيد ميلاد، فرح، أي حاجة تقدر ترجعها بالطريقة اللي أنا قلتها لك دي. طبعا أتمنى تكون استفدت من حلقة النهاردة. متنساش تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيه عشان تشوف فيديوهاتي اللي جايه. لو عندك اي استفسار اكتب لي في تعليق اسفل الفيديو، او ارسلنا على صفحتنا على الفيسبوك. طرق الفعل خير معايا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.